محمد رمضان ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما. عاد الإمام في اتصال هاتفي لتعزية أمير حسن مختار البقاء لله. باكو المانجا وعايش، أول تعليق من الطبيب المعالج لرجاء الجداوي على خبر وفاتها. رسالة إلى طبيبها وموقف أبكاها تفاصيل آخر أيام رجاء الجداوي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب رجاء الجداوي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنانة الراحلة. ولا تنسوا أن تدعوا لها بالرحمة في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. حقيقة صلة القرابة بين الممثلة المعتزلة لمياء الجداوي والراحل رجاء الجداوي. تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي بعيد ميلادها 53، ذلك الوجه الذي جعلها إحدى جميلات الدراما والإعلانات التلفزيونية قبل أن تتخذ قرار الاعتزال بعد زواجها من الفنان أشرف سيف ابن النجم الراحل وحيد سيف في اللقاء ببرنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس الذي ظهرت به لأول مرة منذ اعتزالها الفن. قالت إن الكثير كانوا يظنون إنها ترتبط بصلة قرابة بالفنانة القديرة رجاء الجداوي نظرا لأنها تحمل اسم الجداوي، وهذا ساعدها كثيرا أن يتردد اسمها على ألسنة الجمهور والوسط الفني كله. لكن في الحقيقة ليس بينهما أي صلة قرابة. لمياء الجداوي كان والدها يعمل المدير العام لفرقة رضا، وبدأت مشوارها الفني في مجال الإعلانات قبل أن تقدم أول أدوارها في المسرح مع النجم محمد صبحي في مسرحية الهمجي الذي طلب منها الانضمام إلى فرقة السيديو الممثل بعد أن شاهد لها عرضا راقصا مع فرقة رضا. محمد رمضان ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما. نعى الفنان محمد رمضان الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا الأحد الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونشر رمضان صورة تجمعهما عبر خاصية الستوري عبر حسابه الرسمي بموقع الانستغرام وعلق: الله يرحمك ويسكنك فسح جناته يا أطيب رجاء الجداوي. ورحلت الأحد الماضي بعد صراع مع فيروس كورونا الذي نقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وظلت هناك لأكثر من شهر ودفنت في مقابر خالتها تحية كاريوكا بمعرفة الطب الوقائي. أحمد حلاوة لمصراوي عن رجاء الجداوي: خسرنا فنانة كبيرة. نعى الفنان القدير أحمد حلاوة الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: قدر الله وما شاء لفعل، رحمها الله، خسرنا فنانة كبيرة وجميلة لا يمكن أن تعوض مكانتها بفنانة أخرى، فكما لا يوجد حسن حسني ثان لا توجد رجاء الجداوي ثانية. وأضاف: كانت معرفتي بها على المستوى الفني كزميلة محترمة للغاية، شاركنا سويا في كم كبير جدا من المسلسلات، وأيضا على المستوى العائلي لأن خالتها تحية كاريوكا كانت متزوجة من فايز حلاوة ابن عم والدي، فكنت ألتقي أنا ورجاء في لقاءات عائلية كثيرة جدا. رجاء الجداوي رحلت الأحد الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي نقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وظلت هناك لأكثر من شهر ودفنت في مقابر خالتها تحية كاريوكا بمعرفة الطب الوقائي. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أن وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات. لا تنسوا أن تترحموا على الفنان رجاء الجداوي في التعليقات، ولا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. أحد أقارب رجاء الجداوي يكشف عن وجود إصابات في عائلتها بكورونا. كشف خالد الجداوي أحد أقارب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أن 8 أفراد من عائلتها بالإسماعيلية سقطوا ضحية من فيروس كورونا، لافتا أنها كانت تتمتع بشعبية كبيرة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية حيث ولدت. من جانبها كشف 2 من طاقم تمريض الجداوي أنها كانت تتمتع بإرادة حديدية ولم تكن تخشى الموت، لكنها ظلت متمسكة بعدم الاستسلام حيث كانت تواجه الأخبار المتعلقة بصحتها وتمكن الفيروس من
عنها بشجاعة ورضا، وكانت تطلب دوما من كافة أفراد الطاقم الدعاء لها وفقا لموقع العربية. كما أنها كانت تشعر بصدمة من كثرة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل حول وفاتها، وكانت تتحدث يوما عن مدى حبها لبلدتها في الإسماعيلية. وخلال أيامها الأخيرة كانت تقول أنها تشعر أن مدينتها التي شهدت خروج أول أنفاسها للحياة ستشهد أيضا رحيلها، وهو ما حصل بالفعل. ابنة رجال جدو تكشف كواليس تلقيها خبر وفاة والدتها. كلموني 5:30 الفجر. كشفت أميرة حسن مختار ابنة الفنان الرجال الجداوي أمس الأحد كواليس إعلان الأطباء وفاة والدتها ومدى تعلق الأطباء والطاقم الطبي بالمستشفى بها حتى طلبوا الصلاة عليها هناك، موضحة أنها حبوها بشدة خلال فترة علاجهم لها. وقالت أميرة خلال برنامج القاهرة الآن والتي تقدمه العالمية لميس الحديدي: مصر والعالم العربي كل الناس بتحبها، وطاقم المستشفى والأطباء حبوها كلهم هناك، وعايزة أشكرهم كلهم، كانوا جنبها وإحنا مش معها 43 يوما، ما خلوهاش محتاجة حاجة، لازم أشكر الناس دي. موضحة أن قبل وفاتها بيوم كانت نتيجة المسحة للفنانة إيجابية. كلموني الساعة 5:30 عشان يقولوا لي الخبر، وما كانوش قادرين يقولوا لي، ورحت لقيتهم مخلصين كل الإجراءات واستأذنوني وقالوا لي ممكن نصلي عليها هنا. قلت لهم يا ريت، لكن في ناس مستنيينها نصلي عليها. قالوا لي نصلي عليها مرة واثنين بس، عشرناها وحبيناها وعايزين نصلي عليها في المستشفى، حبوها لدرجة كبيرة. واستكملت: كل حاجة مشيت حلو، وأنا الحمد لله راضية وربنا كريم واختار لها الأفضل. وعن علاقتها بوالدتها أوضحت أن طوال عمرها كانت تشعر أن رجاء صديقتها، وحينما كبرت تبدل إحساس أميرة تجاهها وبدت تراها ابنتها التي تحتاج إلى رعايتها واهتمامها، لذا كانا لا ينفصلان عن بعضهما البعض. وقالت: كنت أشعر أن دوري الاهتمام بها ورعايتها، وكانت دائما تجلس معي ومع أصحابي، وحينما تجلس معها من المؤكد أنها ستعطي لك نصيحة أو ابتسامة. وكانت الراحلة قد أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها من القاهرة إلى مستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي يوم عيد الفطر المبارك، وظلت تخضع للعلاج طوال 43 يوما تم خلالها حقنها بالبلازما والحصول على 4 مسحات منها أكدت جميعها إيجابيتها للفيروس، الأولى بعد 4 أيام من وصولها المستشفى، والثانية بعد تلقيها للبلازما، والثالثة قبل 2 أسبوع، والرابعة قبل 2 يوم من وفاتها. وولدت الراحلة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية في 6 سبتمبر عام 1938، وتلقت تعليمها الأول في مدرسة الفرنسيسكان بالقاهرة، وعملت مترجمة بأحد الشركات الإعلانية، وتم اختيارها ملكة جمال مصر في العام 1958، وتزوجت من الراحل حسن مختار مدرب حراس نادي الإسماعيلي في 70، والذي توفي في 5 مارس عام 2016، ولها ابنة وحيدة هي أميرة وحفيدة وحيدة هي رضوى. فان دام يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة. مع الممثل البلجيكي جان كلود فان دام الممثلة المصرية رجاء الجداوي الاثنين التي وفاتها المنية الأحد جراء إصابتها بفيروس كورونا، معربا عن صدمته بسماع خبر رحيلها. ونشر فان دام صورة تجمعه بالجداوي عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام، وعلق عليها قائلا: أنا في صدمة، من المحزن قراءة خبر رحيل الممثلة المصرية الأسطورة رجاء الجداوي بعد معركة شجاعة مع فيروس كورونا. التقيتها قبل أشهر قليلة، كانت مليئة بالحياة، مرحة ومهيبة، لا أصدق أنها رحلت، لكنها ستبقى حية في ذاكرتي بروحها الرائعة وضحكتها الجميلة، أرجو من الله أن يرحمها. وكانت قد رحلت الجداوي عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا دام لأكثر من شهر، تاركة خلفها إرثا فنيا غزيرا من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية. ونعى العديد من الفنانين العرب الممثلة المصرية معربين عن حزنهم الشديد لرحيل لها جراء إصابتها بهذا المرض، إذ شكلت وفاتها صدمة في الأوساط الفنية المصرية خاصة والعربية عامة. تسجيل صوتي يكشف رسالة من رجاء الجداوي إلى تركي آل الشيخ. حصلت مصر اليوم على رسالة صوتية للفنان الراحل رجاء الجداوي قبل وفاتها، وجهتها إلى المنتج حمادة إسماعيل، حرصت خلالها على توجيه الشكر للمستشار التركي آل الشيخ عقب تكريمها في حفل جوي بمدينة الرياض أكتوبر الماضي، والذي شهد آخر تكريم للفنانة الراحلة وآخر صعود لها على خشبة المسرح. وقالت الجداوي في رسالتها: حمادة، أنا اللي تشرفت جدا أني شفتك، متشكرة جدا على كل حاجة، مش عارفة أقول لك إيه، يعني كل حاجة كانت جميلة،
ميرسي على حسن الضيافة، ميرسي على الاستقبال، ميرسي على اسلوب سيادة المستشار تركي آل الشيخ. انا عايز اشكره شخصيا وهكلمه علشان اشكره، وبأشكرك انت، وان شاء الله اشوفك في مصر قريب باذن الله. شكرا يا حبيبي. وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.